احمد، يعني طبعا انت راجل كنت قلب دفاع، النهارده الونش ما شاء الله بدا يشارك في التدريبات الجماعيه بقوه، احمد فتوح هيبقى غايب. يعني عوده الاثنين دول، لان اللي بيلعب دلوقتي في منطقه قلب الدفاع انت عارف هو بيلعب ثلاثه مع ثلاثه بالظبط، ثلاثه تحت، بيلعب بمحمد طارق ومحمد عبد الغني وحسام عبد المجيد، حال عوده، وطبعا بيلعب لاطراف بنيمار وعبد الشافي في حال، وطبعا مسلوسي كمان رجع. انت شايف بكره زي ما قال الكابتن امير يدخل مسلوسي ولا يشتغل بطارق وعبد الغني وحسام عبد المجيد؟ وهيبقى وضع الزمالك ايه بقى لما يرجع الونش؟ انا شايف طبعا ان المسلوسي كان قبل الاصابه كان في احسن حالاته، حتى مباراه الاهلي عمل مباراه كبيره جدا، وحتى الناس استغربت بعد التغيير. انا شايف ان هو لو كويس بدنيا يبدا بكره، لان الماتشات دي محتاجه ناس خبره. المسلوسي طارق برضو لسه صغير، محمد طارق لسه صغير، ماتش هيبقى صعب عليه مهما كان. برضو الماتش بره، بس فرقه المريخ من الفرق القويه جدا، وبيبقى على طول ماتشات المريخ او الهلال مع الاهلي والزمالك تبقى مباراه قويه جدا. فانا شايف ان هو لو المسلوسي كويس يبدا بكره. يبدا الناس طبعا لعوده الونش مهمه جدا، يعني انا شايف الفرق جدا طبعا بعد اصابته. هو قائد كويس في خط الدفاع، كان من احسن مدافعين في مصر قبل الاصابه، وده فرق جدا مع فرقه الزمالك، لان اللي بيلعبوا دلوقتي طبعا سواء عبد الغني وحسام، حسام لسه صغير شويه فما بيستحملش الضغوط. الفرقه الكبيره برده محتاجه اللي جنبك يكون بيشيلك. يعني انا اما طلعت فريق اول كان بيلعب جنبي كابتن هادي خشبه، كان كابتن سمير كمونه، فشايلني انا لسه صغير فبكتسب الخبره منه. فشايف طبعا عوده الونش مهمه جدا في المباراه. طب هتدي تقل. طب في حال عوده الونش هو بيلعب بثلاثه تحت، يبقى مين الثلاثه من وجهه نظرك؟ انت قدامك دلوقتي الماتش اللي فات محمد طارق، محمد عبد الغني، حسام عبد المجيد، واحنا قلنا كمان المسلوسي، بس المسلوسي يلعب طرف ما يتحسبش من الثلاثه. تلعب بثلاثه، مين الثلاثه اللي تلعب بيهم؟ فبكره في عوده الونش، لا لا لا، في حاله عوده الونش بعد كده نفس الثلاثه يلعبوا نفس الثلاثه دول؟ لا يعني قصدي يلعب بثلاثه ورا زي ما هو. ايوه يلعب بالونش وحسام عبد المجيد والمسلوسي. ما هو المسلوسي بيلعب على الطرف. لا ما هو ما بيلعب في خط الثلاثه دي، بيلعب تحت، بيخلي المسلوسي واقف. صح. يدافع. صح. وبيخلي نيمار او صح. او اي حد او زيزو بيبقى هو بيبقى 3 4 3 بيبقى هو في نص الملعب، والزناري يبقى بديل. الزناري يبقى بديل، لان هو المسلوسي عنده خبرات كويسه مع خبره الونش، حسام بيكمل معاهم الموضوع.